المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. دائما في إطار تغطيتنا لفعاليات المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية، يسعدنا أن نستضيف على بلاتو القناة السيدة سناء العمرانية، رئيسة قسم التخطيط والتمويل بمديرية الموانئ والملك العمومية البحري. أهلا وسهلا بك سيدة عمراني. أول سؤال سيدة العمراني، كيف يساهم قطاع البناء والأشغال العمومية في تطوير البنية التحتية البنائية بالمغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطاع البناء والأشغال العمومية هو قطاع مهم بالنسبة للموانئ، بحكم اختصاصات مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، فإن أغلبية الأنشطة ديالها تتعلق بهذا القطاع، فسواء من خلال الدراسات أو الأشغال المينائية المتعلقة ببناء موانئ جديدة أو يعني توسيع الموانئ المتواجدة، أو من خلال الدراسات والأشغال المتعلقة بالأشغال البحرية حماية السواحل، أو مراقبة جودة مواد البناء، أو فيما يتعلق بالأشغال الطبوغرافية وصبر الأعماق إلى آخره. يعني كل تقريبا علاقة وطيدة فتقريبا كل الأنشطة إلا بعض الاستثناءات هي تخص قطاع البناء والأشغال العمومية. وما هي المشاريع التي ستقوم المديرية بإطلاقها سنة 2018؟ في سنة 2018 هناك حجم استثمارات مهم جدا سوف يتم إطلاقه في هذه السنة، تقريبا يبلغ حوالي 15.5 مليار درهم، منها طبعا 500 مليون درهم كاعتمادات أداء برسم سنة 2018، بحكم أن المشاريع المينائية والمشاريع البحرية بصفة عامة هي مشاريع تدوم لعدة سنوات، ف 15 مليار درهم سيتم تقسيمها على 5 أو 6 سنوات. في 2018 عندنا 500 مليون درهم كأداء اعتماد، عندنا مشروعين مهمين لمينائين جديدين، هما ميناء الجرف الأصفر الطاقي الجديد والميناء الدخلة الأطلسي الذي سيكون أكبر ميناء في جنوب المغرب من حيث الصيد البحري وأيضا التجارة. هذا فيما يخص بناء الموانئ الجديدة. طبعا هناك أنشطة أخرى، يعني مشاريع أخرى تتعلق بحماية السواحل، هناك مشروع في منطقة العرائش، في منطقة الجبهة بإقليم شفشاون، في منطقة أكادير، بالإضافة إلى عدة دراسات، أولا دراسات تقنية قبلية لهذه المشاريع، وأيضا أشغال مراقبة خاصة بكل هذه المشاريع. وماذا عن يعني المشاريع التي هي الآن في طور الإنجاز، هل شارفت على الانتهاء؟ يعني أذكر على سبيل المثال ميناء أسفي الجديد. وميناء أسفي بلغ حاليا تقريبا 75% كنسبة إنجاز. هناك أيضا مشروع توسيع ميناء الطرفاية الذي تم الانتهاء من أشغال البنية التحتية، هناك أيضا أشغال بناء ميناء المهيرز الذي بلغت نسبة إنجازه أيضا 40% تقريبا، فهذه هي أهم المشاريع اللي الآن في طور الإنجاز. وماذا عن مشروع ميناء القنيطرة الأطلنطي؟ ميناء القنيطرة الأطلسي ستتم برمجته بعد يعني ماشي في 2018 إن شاء الله، ابتداء من 2019 أو 2020. نحن دراسات تقنية تقريبا منتهية، وما يجب البحث عنه حاليا هو يعني التركيبة المالية للمشروع وبرمجة المشروع في إطار قانون المالية. دائما سيدة العمراني، في إطار مشاركتكم في المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية، ما هي القيمة المضافة التي تلامسونها من خلال هذه المشاركة في مثل هذه التظاهرات؟ هي أول شيء أن المشاركة في هذه التظاهرات هي فرصة لتبادل يعني الخبرات أولا مع الإدارات الأخرى يعني التي تقوم بأشغال مماثلة من جهة، ومن جهة أخرى للالتقاء بالشركات وبمكاتب الدراسات، وهي فرصة سانحة أيضا لمشاركتهم في برنامج العمل المستقبلي، خاصة برنامج عمل 2018، لكي يكون هناك استعداد أيضا من جانب القطاع الخاص لمواكبة كل هذه الاستثمارات المبرمجة. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك سيدة العمرانية على تلبية الدعوة. شكرا على الاستضافة بحول الله. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.